السلام عليكم. لسه مخلص الحلقة التانية من الاختيار ثلاثة. طبعا المفاجأة في الموضوع ان الرئيس سيسي ما يعرفش اي حاجة عن المسلسل، ان هو اتفاجئ زيه زينا بالظبط ان المسلسل لما المسلسل نزل والاعلانات نزلت وبيشوف الحلقات لأول مرة. فالقصة كلها ان المؤلف والمخرج اتعاونوا مع وزارة الدفاع والشؤون المعنوية، فكل الاحداث اللي حصلت وكل الاحاديث الجانبية اللي حصلت موجودة في محاضر رسمية. حتى الرئيس السيسي قال كل حاجة موجودة في محاضر رسمية، موجودة في كذا جهاز في الدولة. مصر دولة كبيرة، يعني كل حاجة بالورقة والقلم يعني. فكل ده الشؤون المعنوية وظفته في المسلسل، اللي هو يسرد لنا الأحداث بتاعة المسلسل كويس جدا والأحاديث الجانبية اللي حصلت. وطبعا فياسر جلال محدش رشحه، يعني في بعض الناس قالت على النت الرئيس هو اللي حصل للمؤلف والمخرج، ما فيش الكلام ده. قالوا ان الرئيس السيسي قعد شاف الحلقات دي كلها قبل ما تنزل، ما فيش الكلام ده. قالوا اللي طبعا الموضوع فكرة الرئيس السيسي او هو تمت بموافقته، ما فيش الموضوع ده خالص، ولو كان اتعرض عليه ما كانش وافق اساسا، لانه ما بيحبش يعني الرئيس حد يتكلم عليه ويشكر فيه او يعني الموضوع اتعمل من بعيد عنه خالص، عشان عادي يعني مصر فيها حرية، يعني نعمل مسلسلات وافلام فيها الرئيس يعني عادي جدا، ما دام الموضوع في سياق صح ما فيهوش تجاوز او حاجة زي كده. اكتر حاجه عجبتني طبعا النهارده في المسلسل لما جابوا رئيس السيسي والدته الله يرحمها، يعني اتأذت كتير من الاخوان والجماعات الارهابيه الفتره دي، اذوا الرئيس السيسي هو والدته واسرته بالكلام وبالالفاظ وبالاشاعات، فالله يرحمها كل ده في ميزان حسناتها. الحاجة الأخيرة طبعا اللي شفتها التسريب اللي نزل، مفيش حد اتسجن من الناس دي ظلم، في يعني احنا شفنا التسريب في ألف تسريب تاني، بس مش مطلوب ان كل ده يطلع في العلن يعني، فالناس دي لأ عصابة يعني. فطبعا شفنا مرسي بعد لما حكم قاعد، وخيرت الشاطر والمرشد قاعدين بيوجهوه يمين وشمال وهو قاعد امين وخلاص. فلا مسلسل محترم جدا، وانا كنت متضايق الاختيار واحد واثنين ما جابوش احداث 30 يونيو بالتفصيل، فانهم يبداوا يجيبوا التفاصيل اللي حصلت دي حاجه مهمه جدا عشان يبقى في حاجه عمل درامي يشرح للناس الفتره دي حصل فيها ايه. بس ونشوف بقى الحلقات الجايه فيها ايه، ورمضان كريم. سلام.